خدمات للشباب المصري. يعني احنا هنا بنلاقي وحدات سكنيه مختلف المستويات، باديه من وحدات مساحتها صغيره لغايه فيلل سكنيه، ولكن الاهم يمكن اللي احنا تفقدناه هو الخدمات والطريقه اللي اتخططت بها المدينه، اللي هي مدينه مستدامه، مدينه خضراء، مدينه ذكيه، والخدمات موجوده من اول لحظه، بيتعمل فيها مجموعه من المدارس، في جامعه النهارده بتنشا وهتبدا تمارس انشطتها من العام الدراسي القادم. وهنا مشروع متكامل الحقيقه انا كنت حريص جدا ان احنا نزوره ونلقي الضوء عليه، لان ده الحقيقه فكره خلاقه، بان بيتعمل هنا مجمع رياضي كبير مرتبط بمدرسه تعليميه لاكتشاف المواهب من الاطفال المصريين في كره القدم، بهدف ان بيتم الكشف عليهم واختيارهم وانتقائهم وتأهيل الكوادر الجيدة منهم بعد كده لإرسالها للاحتراف سواء في الدوريات الأوروبية أو الدوريات العالمية. ودي الحقيقة فكرة جميلة جدا، لأن بالتأكيد بيبقى يعني ولادنا كلهم حلمهم إن هم يكرروا تجربة طبعا لاعبنا العظيم محمد صلاح. فالحقيقة الفكرة كلها قايمة على إن المدرسة هنا بتجوب كل محافظات مصر وبتكتشف إيه هي المواهب اللي ممكن فعلا تكون واعدة سواء من الأولاد أو البنات، ودي نقطة مهمة جدا في مجال كرة القدم. بيجوا بيتعمل لهم برامج هنا تعليمية واختبارات على مدار فترة معينة، وبعد كده بيتم يعني ممكن توجيههم إلى النوادي المحترفة على مستوى العالم كله. لكن يمكن أهم حاجة زي ما بقول لحضراتكم هي فكرة إن هذا المشروع الرائد اللي حضراتكم شايفينه هو فكر قائم على فكرة الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص، وإحنا توجهنا كدولة في هذه المرحلة تشجيع القطاع الخاص الثاني، وأنا بقولها لأن هو يبقى هو اللي بياخد الدور القيادي في الاقتصاد المصري. يعني يوم الحقيقة أنتم كنتم معانا يعني امبارح كنا في اسكندرية وافتتحنا مشروع في مجال الصحي بيديره القطاع الخاص، النهاردة هو في مشروع تجمع سكني وتعليمي وشبابي وترفيهي، وحنروح يمكن بعد شوية لمشروع آخر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإن شاء الله السبت هيبقى عندنا برضو زيارة أخرى في مدينة أخرى لمشروعات صناعية، وكلها قائمة على دور القطاع الخاص وإن الدولة داعمة للقطاع الخاص في هذا المجال. فأنا الحقيقة يمكن سعيد جدا بتواجدي هنا، وبوجه الشكر لكل القائمين على هذا المشروع العملاق، والحقيقة إن شاء الله إحنا كدولة حريصين الفترة الجاية إن إحنا نشجع هذه المشروعات إنها يزيد عددها وتتطور وتخلص بأسرع وقت ممكن. شكرا لحضراتكم. شكرا.